دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنربت اعز اخواني كلنا واحد ايد في ايد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمه وقوه حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة دباوي اهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الاردنية هم بس الاردنية عزموا اصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير اعزائي المشاهدين، نروح بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات اردنية. احنا موجودين الان بالعاصمة عمان وتحديدا في منطقة شارع الاردن في ضيافة كفاءة اردنية جديدة في ضيافة مطعم ومطبخ ابو غزالة للتواصي. ومعي الان الشيف عدنان سليم ابو غزالة. شيف بالبداية الله يمسيك بالخير. الله يسعد مساك. نورنا عبر شاشة التلفزيون بالتأكيد، وأنت تمثل نموذج لابن البلد الأصيل وأحد الكفاءات الأردنية اللي بنعتز ونفتخر فيها. بدايش عدنان، وأنت غني عن التعريف وأشهر من تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب وفي هذه المنطقة تحديدا. نعرف السادة المشاهدين بالشيف عدنان أبو غزالة، تحدث عن مكان الولادة، الدراسة، أهم الدورات شاركت فيها، فترات المسيرة العملية، والعائلة الصغيرة كم لديك من الأبناء؟ الله يخليك. الله يسعدك. أنا مواليد عمان، لأن عمري 50 سنة. خلصت توجيه تجاري وبعدين حولت على إدارة فندقية لأنه شغلة الطبخ كانت هواية عندي. خلصت دبلوم إدارة فندقية، توظفت فندق ماريوت، جلست فيه 10 سنوات لغاية 98. بعدين جاني عقد على السعودية، طلعت على السعودية اشتغلت هناك، كان لي مطعم أنا وصديق، ضليت فيه لغاية قبل كم من سنة، سنتين هيك ثلاث، وبعدين بعته ورجعت على الوطن. وخلال الفترة هاي جاء يعني حبيت أرد أفتح مطعم وأرجع للمهنة من أول جديد، ففتحنا مطعم أبو غزالة. تحدث شيف عدنان عن مطعم ومطبخ ابو غزالة للتواصي، يعني ليش اخترت هالمنطقة تحديدا؟ اولا تحدث عن الكوادر الموجودة، تحدث عن انواع المأكولات اللي تقدم هنا، مصادركم من المواد الاولية وآلية العمل بشكل عام. اول شيء كاختيار للمنطقة، المنطقة شبه صناعية وتجارية، فالمحل بده يكون في موقع صناعي تجاري حتى يخدم المنطقة. ففي عمال كثير بالمحلات والمستودعات بدها تاكل، كيف بدها تاكل؟ يعني بيجيك اشخاص يقول الحمد لله اللي جيت وقتلنا اللبنه والمرتديلا والامور مثل هاي والفلافل والاشياء البسيطه هذه. فهذا كان اختيار موفق الحمد لله انه جينا على المنطقه وفتحنا. جميل، احنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في هذا المطعم. نتحدث يعني عن انواع المأكولات يعني اللي تقدم هنا بشكل يومي. احنا بنختص بأكلة المنسف. نعم. الأردني اللي هو الأكلة الشعبية الدارجة. طبعا. المعروفة، وجميع الأكلات العربية سواء كانت شامية أردنية. نعم. والخليجية كمان. فمنقدم كل الوجبات هذه، أي شيء من اللي بيطلبه زبون نقدم له إياه. جميل. يعني شيف عدنان، زي ما احنا شايفين بالبروشور الخاص بهذا المطعم، قائمة أسعار شعبية زي ما احنا شايفين، يعني أسعار حقيقة تشجيعية لا تقارن بالعمال الغربية. العمال الغربية يعني. نعم. شيء تحدث عن هذه العروض، هي عروض يعني تجهيز لشهر رمضان ولا على طول هيك الوضع؟ ان شاء الله. هلا احنا المنطقه بتحكمك بالاسعار، منطقه فيها عمال كثير ومقدرتهم الشرائيه على قدهم، فاذا رفعت السعر ما بيقدروا يشتروا، فبيكون حسب المنطقه. شيف عدنان، تحدث سيدي يعني عن اهم المشاكل اللي بتواجهكم هذا القطاع، سواء مع عمان، مع سير، مع خدمات المنطقه بشكل عام. والله مبدئيا انا بصراحه يعني من فتره طويله بقيتش في البلد ورجعت فتحت، والحمد لله الامور بخير وممتازه ورضا من الله الحمد لله. انت كنت طبعا خارج البلاد؟ في نعم، في السعوديه. بقيت السعوديه كم سنه تقريبا؟ يعني 14 سنه. ما شاء الله، الله يعطيك الصحه.
نتحدث شيف عدنان يعني عن الرؤية المستقبلية، طموحاتك في هذا المطعم، مطعم أبو غزال الآن مفتاح جديد وحقيقة سمعة طيبة وشعبية عالية، الشعبية لا تأتي من فراغ، إنجازاتكم وتميز خدماتكم، طموحاتك في هذا المجال يعني إلى أين؟ والله دائما الإنسان بده يكون طموح. هلا احنا الآن فتحنا محل صغير شوي شوي، عندما الأمور تشوفها بخير بنبدأ نتطور ونكبر. والله كريم إن شاء الله. الله كريم. يعني بحكم خبرتك الآن في هذا المجال شيف عدنان، سواء بالأردن أو بالسعودية ومتخصص دارس في هذا المجال عن تطور قطاع انتشار يعني وظاهرة انتشار المطاعم بشكل عام، مطاعم الأكل العربي بشكل عام، يعني كيف نقيم تطور هذا القطاع بالأردن؟ كيف بتشوفه مع مستوى الدول العربية؟ والله تطور المطاعم بالأردن ممتاز، يعني إنه البلد عم تكبر وعدد سكانها عم بيكثر، فهي بحاجة لمطاعم أكثر وخدمات أكثر. صحيح. وهذا القطاع ما شاء الله نشيط جدا، لأنه فيه خريجين كثير من الكليات ومن الجامعات عم بيشاركوا، الكل عم بيبني بالوطن. يعني عن فرص تدريب الشباب، يعني الآن الشباب الموجودين عندكم كطاقم إداري وفني في هذا المجال، لو واحد الشباب حكى لك بدنا نتدرب يعني من الخريجين من كليات الفندقية، بترحبوا بهذا الشيء؟ طبعا أكيد. جميل. نتحدث عن مصادركم المواد الأولية شيف عدنان، اللي سواء اللحوم أو الدواجن أو الأرز وما شابه، الأسواق المحلية أنتم؟ نعم أكيد، إحنا الآن نعتمد على موزعين فبمروا علينا، بنأخذ منهم رز، بنأخذ منهم معظم الأشياء. جميل. بما يخص موضوع الأكلات اليمنية أو الخليجية، هل تنفذ منها هنا بهذا المطعم؟ طبعاً أكيد. بناء على طلب يعني، ولا دائماً توفر بعض؟ لا دائماً، إحنا عندنا المندي والبرياني والأمور هذه هي خليجية على هندية على باكستانية. بالتأكيد. بما يخص موضوع شيف عدنان، تغطية المناسبات الكبيرة سواء في هذه المنطقة أو داخل العاصمة أو المحافظات، هل لديكم الاستعداد لتغطية مناسبات كبرى سواء بالمنطقة أو خارج العاصمة؟ نعم أكيد. سبق وكان لكم يعني نعم، من ما فتحنا جتنا عدة مناسبات وقمنا فيها يعني، والحمد لله انبسطوا ولقت يعني ترحيب كبير وسعادة. ما شاء الله. تحول لموضوع آخر شيف عدنان، نعمة الأمن والأمان، منظومة الأمن والأمان، هالمنظومة الجميلة اللي بتميز الأردن عن جميع بلاد العالم، الوضع ملتهب حوالينا للأسف، نتمنى السلام لجميع الدول العربية ونخصها النفيرات الثانية فلسطين المحتلة. نعمة الأمن والأمان، يعني بالتأكيد أنت سافرت للسعودية ورحت وجيت، يعني هوا الأردن أو تراب الأردن له نكهة خاصة يعني بحال الأول، كيف تصف نعمة الأمن والأمان؟ نعم، الأردن احنا بنعتز فيها، والإنسان لازم يعتز ويحب وطنه والأرض اللي انولد فيها. صحيح. وهواء الأردن له نكهة خاصة. أنا صحت لي جنسية سعودية. نعم. رفضتها عشان بدي اتنازل عن الأردنية وما رضيت. شوف يعني لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله بالصدفة هيك في مجال الحديث في الدقائق، شو ممكن تحكي لجلالة الملك؟ والله أنا على طول بدي أقبل جلالة سيدنا وأشكره، والله يعطيه العافية ويطول عمره ويديمه فوق راسنا الأردنيين كلهم. يعني إحنا جلالة الملك دائما شوف عدنان يتحدث يعني بأكثر من محفل، أنا أستمد العزم منكم من الشعب ونستذكر مقولته ارفع راسك انت، بالتاكيد يعني همات الاردنيين دائما مرفوعه عاليه بنت النشام امثالك شيف عدنان ابو غزاله. انا بحييك سيدي على حسن الاستقبال. قبل ان انهي بدي منك رساله لجيل الشباب، يعني الكثير من الشباب بيكمل جامعه وموضوع ثقافه العيب ما برضى يشتغل باي شغله، يعني ممكن يسلك بموضوع وظيفه معينه حتى يجي دوره بديوان الخدمه. رساله لجيل الشباب لحثهم على العمل. الشباب لازم يكون طموح ولازم يثابر. بعض الشباب بيتخرج وبيجلس في البيت وبيستنى الوظيفة تيجي لعنده. صحيح. والوظيفة عمرها ما جت لعنده. يسعى الإنسان وربنا سبحانه وتعالى بوصل له رزقه.
فإذا سعى وما يكل ولا يمل راح يصل للي بده إياه بالعزيمة والإرادة، إن شاء الله بيلاقي شغل كويس وبكون يعني له عطاء في البلد وبيساعد وبيشتغل وبقيم بنفسه يعني. بالتأكيد شيف عدنان هي كما أشرنا المسؤولية مشتركة، كل من جنود جندي من جنود هذا الوطن، كما نعتز بالطبيب والمهندس والشيف نعتز أيضا بعامل الوطن، نعتز بالطالب المدرسة، نعتز بالمدرس. بينما الكاميرا تستعرض أعزائي المشاهدين الآن هذه اللقطات الجميلة من مطعم ومطبخ أبو غزالة للتواصل من هنا من منطقة شارع الأردن برفقة الزملاء يعني حدد شيف عدنان في نهاية لقاءنا عنوانكم اللي هو في منطقة شارع الأردن ورقم الهاتف إذا تكرمت عنوانكم. إحنا في شارع الأردن مقابل مسجد الهدى، تليفوننا 07961-30-054-07951-82-686 06-562-3763 07-779-440-440 هذا رقم الخاص. نعم يعني الأرقام تظهر على الشاشة زملائنا بوحدة المونتاج، وكما أشرنا بينما تستعرض الكاميرا هذه اللقطات الجميلة من مطعم ومطبخ أبو غزال للتواصي، يسرني في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشيف عدنان سليم أبو غزالة من مطعم ومطبخ أبو غزال للتواصي من هنا من العاصمة عمان. شكرا على حسن الاستقبال، شكرا على الضيافة، شكرا على هذا الدعم لهذا البرنامج، وأتأمل أن نلتقي في لقاءات خاصة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا. يا أهلا وسهلا، شرفتونا، الله يحفظكم. هم